بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أبناء الطلبة، سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان الدوال المثلثية للثانية ثانوي رقم 4، أنصح بها شعبة التقني الرياضي والرياضي وشعبة العلوم التجريبية. إذن لننطلق على بركة الله. إذن ننطلق في السؤال الأول، قال لتكن دالة F قلنا دائما معرفة من ناقص ما لا نهاية إلى زائد ما بالعبارة التالية، F لX تساوي كوس مربع X. لاحظوا أبنائي الكتابة، هناك احذروا من بعض القراءات كوس، لاحظوا إذن قلت كوس مربع X، هذه لا تساوي كوس X مربع، هذه يا أبنائي تفسيرها هو كوس X في كوس، حتى تفهموا جيدا، في كوس X تساوي لنا كوس مربع X. أما كوس مربع كوس اكس مربع يساوي لنا كوس اكس في اكس داخل في بطن الكوس فقط، حتى تفهموا هذه الكتابات الرياضيه والحذر من قراءتها. اذا نكتب هنا، قال بين ان الداله اف داله زوجيه. اذا نكتب هنا البرهان ان الداله اف داله كيف هي زوجيه. لاحظ عندنا هنا تعريف، نقول حتى تكون ماذا؟ F دالة زوجية إذا وإذا كان، أو نقول إذا كان ماذا؟ إذا كان X ينتمي إلى DF، ها هي DF كم؟ DF هنا عندنا R، وماذا؟ وناقص X كذلك ينتمي إلى مجموعة تعريف الدالة F اللي هي R، وماذا؟ و F لي ناقص X يساوي لنا F لي X، هذه هي قاعدة. أما الفرضية فنقول F لي ناقص X يساوي لنا ناقص F لي X. ننطلق، تصبح لنا F لي ناقص X تساوي، ما علينا إلا بجلب عبارة هذه العبارة يا أبنائي، ونعوض في بطن في بطنها بالناقص، هنا نضع ناقص. لكن دققوا معي جيدا، قلت ليس التربيع موجود بالداخل حتى تقول ناقص x في ناقص x هو x مربع، لا. لكن لو نلاحظ الآن إلى الدائرة المثلثية يا أبنائي، ها هي الدائرة المثلثية، لو نأتي إلى زاوية اسمها هنا x، هذه زاوية اسمها x، فنحن نعلم أن الكوس لديها هو هذا الإسقاط اللي هو هذا الإسقاط اللي هو باللون الأزرق، ونأتي الآن إلى زاوية أخرى اللي هي ناقص x اللي هي إذا كنا بهذا الاتجاه نقول X، وهذا بهذا الاتجاه ناقص X، هكذا هذه الزاوية هي قلت هي ناقص X. فلو نأتي كذلك يا أبنائي والإسقاط على محور الفواصل، لأن هذا هو محور الكوس، إذن وهذا محور السينس، لو نسقط كذلك لاحظوا هل متساويان؟ نعم، تساوى اللون الأزرق مع اللون الأحمر، نقول بكل بساطة أي تساوينا ماذا؟ تساوينا كوس مربع X بهذه البساطة، لأن أبنائي قلت عندنا قاعدة اللي هي كوس ناقص X هو نفسه كوس X، لأن الدالة كوس معروفة أنها دالة زوجية، أما الدالة السينس دالة فردية حتى تعلموا. إذن ها قد أثبتنا ذلك. إذن نقول ومنه الدالة F دالة زوجية. بما أنها زوجية، ما هو التفسير البياني للدالة الزوجية؟ نقول ومنحناها، منحناها البياني إذا سميناه سي اف، لاحظوا أبنائي يكون متناظر، هذه احفظوها دائما على كل دالة زوجية، متناظر بالنسبة إلى محور ماذا؟ إلى محور التراتيب، إذا اللي هو محور الإيغريك، إيغريك فتحة، يعني أي دالة، الدالة الزوجية إذا رسمنا مثلا جزء، مثلا رسمنا فرع من هنا هكذا، فاعلموا أنه يكون جزء آخر من هنا، حيث هذا المحور اللي هو إيغريك، إيغريك فتحة، يكون هو محور التناظر، معناه أي نقطة من هنا سوف تناظرها أختها من هنا، كل نقطة تناظرها هكذا فقط يا أبنائي. نأتي بعدها أبنائي إلى الجزء الثاني، قال بين أن الدالة F دالة دورية ودورها T يساوي لنا P اللي هو 3.14. إذا نكتب هنا العنوان البرهان أن ماذا؟ أن الدالة التي اسمها F دالة كيف هي أبنائي؟ دورية.
وماذا؟ ونكتب هنا ودورها قال ودورها تي يساوي لنا قال بي. أولا ما معنى كلمة دورية؟ هكذا علينا أن نفهم هذه الجمل. كلمة دورية لاحظوا جيدا، إذا قلنا يا أبنائي مثلا هذا منحنى، ركزوا جيدا، إذا قلنا هذا مثلا، عفوا، إذا قلنا مثلا هذا منحنى، فكلمة دورية معناه ها هو كذلك، انظروا. ثم ماذا؟ ثم يأتينا هكذا، دققوا معي فقط، هكذا، ها هي دورية، ثم ها هي دورية، ومن هنا ها هي دورية، ثم ها هي دورية، معناه المنحني سوف يكون له طول مجال. هذا طول المجال يتكرر كل مرة من هنا إلى هنا، ومن هنا إلى هنا، ومن هنا إلى هنا، ومن هنا إلى هنا. هذا المجال الذي أعطيناه هو ما نسميه تي. إذا نقول، ركزوا جيدا، نقول حتى تكون اف دالة، كيف هي؟ دورية، يجب أن، إذا أو نقول إذا كان أفضل، إذا كان، إذا كان، أولا إكس ينتمي إلى دي إف، دي إف قلنا إنها آر، وماذا؟ و إكس زائد تي، ها هو تي اللي هو بي، كذلك يكون ينتمي إلى مجموعة التعريف الدالة إف، إذا إكس وإكس زائد تي، أي ماذا هنا إكس زائد تي؟ معناه إكس زائد بي يكون كذلك، تكون الدالة معرفة عنده. وماذا أبنائي؟ و إف لمن؟ لي إكس زائد تي تساوي لنا إف لإكس، هذه هي كلمة الدالة الدورية. معنى أصبح لنا إف لي إكس زائد بي، لأن تي هو ماذا؟ هو بي، ها هو أمامكم، انظروا. تصبح تساوي لنا كوس، لاحظوا عفوا، نقول تصبح لنا كوس مربع في. نفتح الآن هنا إكس زائد ماذا قلنا؟ زائد تي اللي هو بي، هل تساوي لنا يا أبنائي؟ هل نجدها أنها تساوي لنا كوس إكس، كوس مربع إكس، كوس مربع قلت إكس، ننتبه جيدا. نحن عندنا في الدائرة المثلثية بعض الأشياء عليكم أن تتعلمها يا أبنائي. إذا قلنا ها هي دائرة مثلثية، بالتقريب فقط، ركزوا، إذا قلنا ها هي دائرة مثلثية، إذا كانت عندنا زاوية هذه اسمها إكس، تخيلوا إكس نزيد له 180، أين يصبح يا أبنائي؟ أكيد سوف يصبح لنا في هذه الجهة هنا، لأن يصبح الزاوية هذه من هنا إلى هنا هي بي زائد ماذا؟ زائد إكس. الآن لو نلاحظ الزاوية الأولى ما هو؟ ما هو الكوس لديها؟ الكوس لديها هو هذا الإسقاط، وهذا الإسقاط على، لأنها هو محور الكوس. إذا وهذه ما هو الإسقاط؟ الإسقاط أكيد سوف يكون للثانية، هو هذا الجزء. هل هذا الجزء هو معها متساويان؟ متساويان في الطول، لكن ليس متساويان في القيمة الجبرية، إنهما متعاكسان. فهذا قيمه كيف تكون؟ موجبة، وهذا قيمه كيف هي؟ سالبة بالنسبة إلى الكوس. إذا حتى يكون موجبة، معناه نحن نعلم أن كوس كخاصية، كوس إكس زائد بي يساوي ماذا؟ ناقص كوس إكس. يقول أحدكم لم أفهم، إذا كان هذا بالناقص وهذا بالزائد هل يتساوان؟ هل الناقص يساوي الزائد؟ لا، ما علينا إلا ضرب هذا في الناقص حتى يصبح سالب مثل أخيه، فتصبح لنا كوس إكس زائد بي يساوي ناقص كوس إكس، فتصبح تساوي لنا ماذا؟ تصبح لنا تساوي ناقص كوس إكس، لكن هذه تعطينا هذا الأمر. تخيلوا نربع هنا، كذلك نربع هنا، لا نقر نربع هنا، لا، احذروا، نربع كل الكوس. إذا تصبح لنا هنا هكذا أبنائي، لأن هذا التربيع معناه كل هذه العبارة تربع، ونحن لما نربع هذا الناقص ماذا يعطي لنا؟ يعطينا الزائد، فتصبح لنا كوس، هذا له الحق أن ينزل إلى هنا، وينزل إلى هنا، ويربع الناقص واحد، لما يربع كم يصبح؟ يصبح واحد، يصبح لنا كوس مربع إكس، وها قد وصلنا إلى إف لإكس اللي هو ها هو القانون بهذا البساطة. ونقول ومنه، ها هي القانون، إذا ها هي الخاصية اللي عليكم أن تنتبهوا لها، إذا نقول ومنه
الدالة. اف دالة كيف هي؟ دورية. دورها كم يا أبنائي؟ تي يساوي لنا بي اللي هو 3.14 بهذه البساطة فقط. بعد هذا أبنائي نأتي إلى الثالثة. قال اشرح لماذا يمكن اقتصار دراسة الدالة F على مجال بعدما كانت معرفة على R من ناقص معناه ما لا نهاية إلى غاية زائد ما لا نهاية. طلب منا أن نقتصر المجال على من الصفر إلى 90 فقط. لاحظوا جيدا أبنائي، نكتب هنا عنوان، إذا شرح كيفية اقتصار مجال الدراسة لماذا؟ إلى المجال اللي هو من الصفر إلى بي على 2. دققوا جيدا. نقول بما أن الدالة F دالة كيف هي؟ انظروا، تحدثنا على ذلك، دالة دورية، ودورها ما هو؟ ودورها أبنائي T يساوي لنا P، هكذا نقطة نقطة أبنائي كي نتعلم. فإن إذا دالة دورية فيمكن إذا نكتب، إذا قلنا فيمكننا اقتصار مجال طوله هو هذا، طول هذا المجال اللي هو طوله بي، وليكن هذا المجال الذي طوله بي يا أبنائي اللي هو من ناقص بي على 2 إلى بي على 2. يقول أحدكم كيف؟ لو نجمع طول المجال هذا، لا نجمعهم مع بعض، يقول أحدكم لو نجمعه يعطينا صفر، لا، طول المجال هو الجهة الكبيرة ناقص الجهة الصغيرة، ركزوا، يعني بي على 2 ناقص بي على 2، هكذا يحسب طول المجال، الكبير ناقص الصغير، فتصبح لنا بي على 2 والناقص في الناقص يصبح لنا زائد بي على 2، يصبح لنا 2 بي على 2 يذهب مع هذا وكأنما لم نصل، إذا ها هو طول المجال يا أبنائي. هذا إذا نقتصر دراستنا على المجال من ناقص بي على 2 إلى بي، ناقص بي على 2 إلى بي على 2، يعني من ناقص 90 إلى 90، لكن هو طلب منا أن نقتصره حتى كذلك إلى من الصفر إلى بي على 2. نقول لكن لدينا أن الدالة F دالة برهنها كذلك دالة زوجية، فيمكن دراستها على نصف مجال، ما هو المجال اللي هو هذا؟ نصف مجال هذا اللي هو من ناقص بي على 2 إلى بي على 2 الذي هو ماذا؟ دققوا، من هنا إلى هنا، لو نقسمها على 2، من ناقص 90 إلى 90، لو نلاحظ هنا في الدائرة المثلثية، ركزوا، ها هي الدائرة المثلثية لأنها هي المرجع الأساسي، من ناقص بي إلى بي على 2، من ناقص بي على 2 إلى بي على 2، أين هو المنتصف؟ المنتصف هو هنا، يعني يكفينا أن نقوم بدراستها من هنا إلى هنا، إذن الذي هو من صفر إلى بي على 2. يقول أحدكم هل يمكن من ناقص بي على 2 إلى صفر؟ نعم يجوز، لكن هو من طلب منا من الصفر إلى ماذا؟ إلى بي على 2، لأن الدالة زوجية فيمكن تقسيم المجال إلى جزئين فقط يا أبنائي. نأتي بعدها أبنائي إلى عين اتجاه تغير الدالة F على المجال من الصفر إلى 90. إذا نكتب هنا اتجاه أو تعيين، قبل كل شيء نقول تعيين اتجاه تغير ماذا؟ تغير الدالة F على مجال الذي أعطينا من صفر إلى 90، يعني من صفر إلى بي على 2. أولا نحن ماذا نملك؟ نملك أنه F لX قلنا أنها تساوي لنا كوس، عفوا، قلنا أنها تساوي لنا كوس مربع إكس. دققوا أرجوكم، والمجال الذي نتحدث عليه هو هذا المجال. لكي ندرس اتجاه تغير الدالة نقول ليكن، هكذا دائما هذه المعروف، ليكن إكس واحد وإكس اثنان عددان حقيقيان من ماذا؟ من المجال الذي ندرس فيه من الصفر إلى 90، عفوا إلى 90. والشرط الثاني ما هو؟ أن يكون إكس اثنان أكبر من إكس واحد، إكس اثنان قلت أكبر من إكس واحد، هذا الشرط الأول. ثم عندنا فماذا نقول؟ نقول هكذا F، فنقول F لإكس واحد ناقص F لإكس
2 تساوي. الآن إذا ركزوا الترتيب هو x2 أكبر من x1. تخيلوا الآن إذا قلنا f ل x1 ناقص f ل x2، تخيلوا لو كانت هذه القيمة هكذا موجبة، فاعلموا أن الدالة متناقصة. يقول أحدكم لماذا؟ لأن لاحظوا الترتيب، الترتيب مهم جدا، الترتيب أنه هنا x2 أكبر من x1، وهنا قلنا f يصبح f ل x1 ناقص f ل x2، القيمة موجبة. إذا بما أن القيمة موجبة يا أبنائي فاعلموا والترتيب هنا معكوس، فاعلموا أن الدالة تكون متناقصة. أما إذا كان الفرق هكذا، هكذا ما معناه؟ لو نقلب هذا إلى هنا فينتج لنا هكذا f ل x1 أقل من f ل x2، تصبح الدالة هنا كيف؟ متزايدة. إذا احذروا من هذه الأشياء التي سوف نتحدث عليها يا أبنائي. إذا الفرق بين f ل x1 ناقص f ل x2 إذا كان موجب فالدالة متناقصة لأن الترتيب هنا غير محترم. يقول أحدكم لماذا؟ لأن أقلب هذه الجهة هنا، أليس هكذا تصبح لكم f ل x1 ناقص f ل x2، تصبح إذا جاء هكذا. ركزوا فتتعلمون يا أبنائي. الآن فتصبح لنا تساوي لنا كوس، عفوا كوس مربع x1 ناقص كوس، عفوا ناقص قلت كوس مربع x2، هذه متطابقة الشهرة ل a مربع ناقص ب مربع، تصبح تساوي لنا تساوي كوس x1 ناقص كوس x2 مضروبة في كوس x1 زائد كوس x2، a ناقص ب في a زائد ب. لكن نعود الآن إلى شيء آخر وتابعوا معي. لو نأتي الآن أبنائي إلى الدائرة المثلثة ونتحدث مع الدالة كوس في حالتها العامة. الدالة كوس اللي هي من الصفر إلى التسعون سوف تكون، لاحظوا سوف تكون من هنا هكذا كما أشير. لاحظوا القيم الآن، قيم من هنا إلى هنا، قيم الكوس. الكوس هنا كم يكون؟ يكون واحد. وفي التسعون كم يكون؟ يكون صفر، يعني الكوس تسعون لأن هنا بي على اثنان، كوس لديه كم؟ هو صفر. معناه كلما هذا المدور، ركزوا، كلما هذا المدور بدأ بالصعود قيم الكوس سوف يحدث له هذا الأمر، يصبح ينقص 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 ينقص، سوف أريكم. يعني إذا كان هكذا يصبح، إذا كان هكذا فيصبح ينقص 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 إلى غد أن يصل يصبح له صفر. إذا الدالة كوس في طبعها ليس هذه اف، الدالة كوس إنها دالة متناقصة على المجال هذا. إذا نقول الدالة هذه التي هي اسمها كوس إكس، إكس دالة كيف هي؟ متناقصة تماما على المجال ما هو؟ من المجال من الصفر إلى التسعون. إذا الدالة كوس في الحالة العامة. بما أن الدالة كوس في الحالة العامة ونحن قلنا هذا الأمر أنه x2 أكبر من x1 والدالة متناقصة، فماذا ينتج لنا يا أبنائي؟ فينتج لنا أنه تصبح لنا كوس x1 أكبر من كوس x2، تنقلب. لاحظوا لأن الدالة المتناقصة تنقلب الترتيب. لما ينقلب فتصبح لنا هذا يأتي إلى هنا، فتصبح لنا كوس x1 ناقص كوس x2 قيمة موجبة. معناه هذه القيمة قيمة موجبة. هذا الأمر الأول في المجال، في المجال دائما من الصفر إلى بي على 2. لكن عندنا كذلك شيء آخر يا أبنائي، نبحث عن إشارة هذا كذلك. عندنا كذلك كوس x1 زائد كوس x2 بما أنهما موجبان. الكوس كيف هي؟ قيمه في هذه الجهة، ليس إشارة الدالة، لا، قيمها تكون من هنا في هذا الربع، في هذا الربع الكوس كله موجب. يعني تخيلوا زاوية زائد زاوية، كوس لديها موجب والآخر موجب، فيبقى لدينا قيمة موجبة. الآن هذا موجب والآخر موجب، فركزوا فتصبح لنا ماذا؟ فتصبح لنا f ل x1 ناقص f ل x2، هذه القيمة تصبح قيمة كيف هي؟ موجبة. لكن لا تنسوا، تنسوا القاعدة الأولى أنه x2 أكبر من x1، x2 أكبر من x1، فتصبح لنا هنا هكذا، فتصبح لنا f ل x1
أكبر من F لX اثنان. لاحظوا هنا كيف انطلقنا، الX اثنان أكبر من X واحد، الآن انقلبت F لX واحد أكبر من F لX اثنان، نقول ومنه ماذا؟ الدالة F كيف هي؟ متناقصة تماما على المجال الذي أعطي لنا اللي هو من الصفر إلى التسعون، إلى من صفر إلى بي على اثنان فقط يا أبنائي. نأتي بعدها أبنائي إلى ثم أعطي جدول تغيرات دالة F، جدول تغيراتها على من صفر إلى بي على اثنان. إذا نقول هنا جدول تغيرات F على المجال من صفر إلى بي على اثنان. أولا قلنا الدالة كيف هي؟ أولا نفتي إلى مجموعة التعريف التي أعطيت لنا، أي ليس المجال الذي أعطينا اللي هو X من صفر إلى غاية بي على اثنان، هو من طلب هذا. ونكتب هنا F F لX، الدالة كيف قلنا عليها؟ إنها متناقصة، معناه هكذا سهم نحو الأسفل، هذا الأمر أول. نحسب الآن صورة الصفر بالدالة F، هنا صفر وهنا صفر، ما هو كوس الصفر؟ كوس الصفر إنه واحد. كذلك عندنا نحسب صورة هذا اللي هو P على اثنان، إذا هنا P على اثنان وهنا P على اثنان. كوس البي على اثنان هو صفر، صفر مربع هو صفر. إذا ها هو جدول تغيرات هذه الدالة بكل بساطة فقط يا أبنائي. نأتي بعدها أبنائي إلى قال أرسم بيانيا الدالة، بيانيا الدالة F أو منحنى البيان من الصفر إلى بي على كم؟ على اثنان. كلمة بي على اثنان يا أبنائي عليكم أن تعلموا اللي هي 3.14 على اثنان اللي هي 1.57. إذا عندنا لاحظوا هنا صفر مع ماذا؟ صفر مع واحد، ها هي صفر مع واحد. وعندنا ماذا؟ وعندنا 1.57 مع صفر، 1.57 إذا قلنا في هذا المكان. والدالة كيف هي؟ الدالة إنها متناقصة. لاحظوا جيدا هنا أبناء، إذا قلنا هكذا دققوا معي وهنا هكذا، لا تنسوا أن قيم هذا المنحنى مهما كان يكون فوق محور الفواصل، لأن كوس مربع ليس هنا مربع، إنما هنا كليا معناه نقول هنا كملاحظة منحنى الدالة F يقع فوق ماذا؟ فوق إكس إكس فتحة، لأن ماذا؟ لأن أبنائي لأن كوس إكس مربع إكس كوس مربع إكس قيمة موجبة، هذه ملاحظة عليكم أن تنتبهوا لها فيما يخص الرسم. إذا قلنا إذا فينزل هكذا يا أبنائي، ينزل ومن هنا كذلك هذا هكذا يلتقي به في نصف الطريق، فيصبح المنحنى هو بهذه البساطة فقط. هذا في هذا الفرع الذي طلب منا، لأن هذه القيمة هنا كما أشير هذه بي على اثنان، وهذه القيمة هنا إنها صفر، حتى تفهموا جيدا. لأن ونتابع الآن إلى السؤال الذي جاء بعده، أي ماذا؟ قال ثم قم برسم كذلك على المجال من ناقص بي على اثنان إلى بي على اثنان. لاحظوا نقول بما أن الدالة F كيف هي؟ دالة قلنا زوجية، هذا الشرط الأول، فإن منحناها البياني يكون متناظر، هذه الدالة الزوجية، إذا دالة زوجية يكون منحناها البياني متناظر بالنسبة إلى محور التراتيب، هذا هو الشرط. إذا بما أنه محور التراتيب اللي هو ها هو يا أبنائي محور التراتيب، انظروا سوف أريكم إياه، ها هو محور التراتيب الذي أريكم إياه باللون الأزرق. قال بما أن الدالة هذه دالة زوجية فيكون متناظر، معناه إذا كانت هذه النقطة هنا كما أشير باللون الأخضر اللي هي كم؟ اللي هي بي على اثنان اللي هي 1.57، فتأتي الأخرى مناظرة لها اللي هي 1.-1.57 في هذا الموقف، ويأتي هذا هكذا، انظروا يأتيكم هكذا يا أبنائي، هذا هو المنحني في الجزء الثاني، حيث كل فاصلة نقطة من هنا تناظرها أختها بالنسبة إلى
محور التراتيب اللي هو هذا كما أشير هنا فقط يا أبنائي. نأتي بعدها أبنائي إلى ثم قال على المجال، ما هو المجال؟ اللي هو من بي على 2 إلى 3 بي على 2. إذا نكتب هنا كيفية أو شرح كيفية رسم ماذا؟ رسم المنحنى على المجال، على المجال اللي هو من بي على ماذا؟ على 2 إلى غاية 3 بي على 2. نقول بما أن الدالة F كيف هي؟ دالة دورية، تذكروا ذلك، دورية، ودورها كم يساوي؟ T، قلنا يساوي P. فماذا؟ فنقول فيتم رسم CF على المجال من P على 2 إلى غاية 3 P على 2 بواسطة انسحاب شعاعه يا أبنائي. لاحظوا شعاع، إذا قلنا هذا الانسحاب U يساوي ماذا؟ P في E، P في E، هذا ال P هو T اللي هو ماذا؟ اللي هو الدور. وركزوا معي هنا، دققوا جيدا، إذا قلنا P على 2 تخيلوا نضيف لها الدور اللي هو P، تخيلوا نوحد هنا المقام وهنا المقام، كتعطي لكم؟ تعطي لنا 3 P على 2 اللي هو ها هو الذي. إذن كيف يتم؟ قلت يتم بانسحاب لمن؟ انسحاب للمنحني من، انسحاب المنحني من ماذا؟ من المجال اللي هو قلنا من ناقص بي على 2 الذي رسم علينا إلى بي على 2، وبعدها نقوم برسمه، لأن هذا البعد من هنا إلى هنا هذا كم؟ إنه يا أبناء إنه بي، حتى تفهموا إنه بي. لماذا إنه بي؟ لأن هنا من هنا ناقص بي على 2 إلى غاية بي على 2 كم طول هذا المجال؟ إنه بي. الآن كيف يتم؟ يتم بأبسط طريقة يا أبناء، أنه نأتي بالمنحنى ونسحبه هكذا فقط كما رأيتم. لاحظوا ها هو، نسحبه هكذا بكم؟ بطول بي، فإن هذا الطول من هنا إلى هنا بي. إذن هذه القيمة التي تلاحظون هنا إنها 3 بي على 2. لو قال مثلا كذلك إلى ناقص 3 بي على 2، نأتي كذلك أبنائي ونقوم، لاحظوا قلت نأتي كذلك يا أبنائي ونقوم بإنجاز انسحاب من هذا المكان إلى هنا بماذا؟ بناقص بي، يعني إلى الجهة الشرقية. هكذا أبنائي، ها قد يعني أنهينا هذا المنحنى، وهذا يمثل لنا سي اف بكل بساطة فقط. وفي الأخير أبنائي وبناتي الأعزاء، أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو، كما نرجو منكم لا تنسون بالدعاء لنا بالصحة والعافية، كما يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك اللي هي صفحة الأستاذ نور الدين، ليصلكم جديدنا باستمرار. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.